أولا قسم الغباء. أول الأعراض إن أقول على نفسي مش غبي. تاني الأعراض إن المريض الغبي يقرأ الكتاب ده. بقى كده طب مش قاري الكتاب. استنى بس دولا، بقول لك يا دولا، هو ده تمثال رمسيس الثاني ولا رمسيس الثالث؟ رمسيس الرابع. الرابع ماشي. حضرتك ده تمثال رمسيس الخامس. ولا انا قلت الخامس يا دولا؟ ما هو كده كده بيفاصل. هيفاصل في اسره يا ابني. ماشي. حضرتك ده تمثال رمسيس السابع. بس ده تمثال توت عنخ امون. لا هو شبهه بس. تالت أعراض الغباء أن يقوم المريض الغبي برمي الكتاب ثم يعود ويقرأ الكتاب مرة أخرى. عيب ما تعملش كده تاني يا غبي. لا ده قصدنا أنا بقى. في حاجة دولة؟ لا مفيش مفيش. الغبي فيه شعر بيضة في رمش عينه اليمين. مش بسيطة. ولا رمزي عندك مراية؟ يا دولة أهو. خد يا دولة وريني كده أهو. الحمد لله مفيش اي حاجة في رمش عيني اليمين ولا عين الشمال حتى. يبقى انا كده مش غبي يا معلم. عندما تقرأ هذه الفقرة وتذهب الى المراية بسرعة وتنظر فيها فاقتنع داخليا انك غبي جدا جدا جدا. انت يا غبي. ايوه. يا رمز ما ترد على الاساس. ما انا واقف هنا اقول انت مش فاهم في التماثيل بتبيع ليه. اكيد انت غبي واللي مشغلك اغبى منك. كده زفت جبتني الشتيمة. أنا أول مرة حد يقول عليا غبي. كذاب طول عمرك غبي. يا بنتي يا بنتي افهمي افهمي. أبوس إيدك. الدرس سهل جدا يا ماما. غصب عني أنا يا ماما مش عارفة أكتب الدرس. الدرس صعب. ركزي ركزي حموتك. لو كنت غبي اتصل أنا على 0300. 0300 هتساعدك. ده لو كنت غبي. ويمكن تبقى ذكي اتصل أنا على 0300. ده لو كنت غبي. ايه ده؟ ايه المحطة دي؟ مين اللي فتح المحطة دي وجايبينها ليه يعني؟ محدش جاب المحطة يا عادل. انت اللي جايبها يا حبيبي. طب المحطة دي ما حدش اتفرج عليها تاني. انا بقولك اهو. اوكي يا عادل. هقلب بقى اشوف محطة تانية. والآن مع الفيلم العربي غبي منه فيه. انا مش عايزين نشوف افلام عربي. انا اشوف فيلم اجنبي بقى احسن. والآن مع الفيلم الأجنبي غباء فغباء. إيه التلفزيون الغبي ده؟ أغبية أغبية كلكم أغبية. يا سناء ما تحترمي نفسك. إيه كلكم أغبية دي؟ في حد غبي تعرفيه قريب منك مثلا؟ أعرفه؟ طبعا أعرفهم. أعرفهم كويس قوي 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 يا عادل. هم مين دول وتعرفيه منين وإزاي يعني؟ طبعا أعرفهم كويس قوي. العيال العيال اللي انا بدرس لهم في الفصل يا عادل دول عشره غباء غباء غباء. العيال اللي بتدرسي لهم. الحمد لله. بس يعني سناء غصب عنهم. هم مش ذنبهم ان هم اغبياء. ربنا خلقهم كده يعني. عادي يعني. لا يا عادل مش عادي يعني. الغباء ده جريمه. لازم الاغبياء دول يتلموا في حته ويموتوا عشان البلد تنضف من الغباء. يموتوا ايه؟ مش ذنبهم ان هم اغبياء يعني. ربنا خلق لهم عقلهم كده يعني. ما نقدرش نعيب على عقلهم لان ده حاجه مش بايديهم. كل واحد ما بيختارش عقله يعني. عادل عارف انا لو اطول الم مجموعه معينه من الاغبياء واحطهم كده في ميدان وامر باعدامهم مش رميا برصاص رميا بالجزم. بالجزم؟ قصدك ايه؟ هم يعني عشان مخهم جزمه هترميهم بالجزم يعني؟ ايه التفكير الدموي ده يا سناء؟ هو محدش بيختار عقله يعني؟ ايه انت بتقول ايه يا عادل؟ بتقول ايه؟ بقول يعني ده عنف اللي انت بتتكلمي فيه. ده حرام عليكي. قصدك ايه عادي؟ قصدي يعني لو انا مثلا كنت غبي وده مش حقيقي خالص يعني كنت هتقتليني يعني وتعدميني رميا بالجزم؟ لا لا يا عادل انت اخويا. احنا دم واحد. احنا اخوات مالناش الا بعض. لكن انت لو غبي بايديا دي اغسل عاري واخلص منك. مش هنيك بالجزم لا بالقبايب. هتعملي لي فيها شجره الدر. ايه يا سناء؟ يا سناء العنف اللي انت فيه ده يا سناء. وانا عملت لك ايه يعني؟ وبعدين ده غصب يعني. في ايه؟ ما عادي ان الواحد يبقى غبي. في ايه؟ مفيش حاجه. انا هروح اشوف شغلي ومصلحتي يا ناصير الاغبياء. ماشي روح 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 روح. بطلي غبيوه. يلا روحي. انا لازم اتصرف بعد كده. انا لازم اعمل نقابه للاغبياء
وابقى انا النقيب بتاعها عشان ادافع عن كل الاغبياء اللي زي اللي موجودين في العالم كله ضد اللي زي سناء والعنف بتاع سناء. يا بنتي الغباوة دي يا بنتي، ده انت غبية ولا ايه يا بنتي؟ مش انا ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ مش عارفه تحلي اي حاجه لانك غبية. ايه يا رانيا، ايه يا رانيا في ايه بس يا رانيا في ايه؟ مالها مضايقاكي في ايه يا ياسمين؟ انا مش عارفه ايه الغباء اللي هي فيه ده، انا مش فاهمه، مش عارفه تحلي خالص لانها غبية اصلا، وانا مش عارفه هي جابت الغباء ده منين اساسا. قصدك ايه يعني هكون جابت الغباء ده منين؟ هو في حد في البيت غبي يعني ولا ايه؟ انا مش قصدي حاجه يا عادل، بس انا زهقت بصراحه، انا تعبت. ما تحاولي معاها تاني يا رانيا. انا مش هحاول يا عادل، انا مش هحاول لانها غبية اصلا، وانا ما بحبش اتعامل مع الاغبياء. اتفضل انت اتعامل معاها، يمكن انتوا تفهموا بعض. اوف. احنا نفهم بعض على اساس احنا الاثنين اغبياء زي بعض. مالك يا ياسمين؟ انا يا بابا مش فاهمه الدرس، وماما عماله تزعق لي وبتقول عليا ان انا غبيه ومش فاهمه حاجه خالص. غبيه؟ انت من ذنبك يا ياسمين ان انت غبيه، لا دي حاجه ليها علاقه بالوراثه وبالدي ان ايه. انت من ذنبك ان انت طلعتي غبيه لحد تاني غبي يعني، بس انت كده اثبتي الحمد لله يا ياسمين ان انت بنتي، بنت حلال مغبي. يلا بوسه من البنوته الغبيه لباباها الغبي. يا بابا في ايه؟ بهزر هزار غباوه. دولا يا دولا، ده رابع كوبايه يا دولا. ايه ده، انا اول مره اشوفك بتشرب كوكتيل كده بالاشكال دي، ايه ده؟ ما هو ده يلا المشروب الرسمي للاغبياء امثالك يعني. المشروب الرسمي يعني زي الراعي الرسمي كده. مش عارف اقول لك يا رمزي، ما انت عصك مش هتفهم يعني. عموما يعني مش قادر اقول لك يا غبي، لان ما ينفعش اقول لك يعني لا تعايرني ولا عايرك، الغباء طايلني وطايلك. دولا انت بتكلم نفسك بصوت عالي، فاكرني مش سامعك يا دولا؟ ها انا كلمت نفسي. حته لحته. ايوه نعم الباشا باشا. الحساب بقى حته عشان نمشي بقى. حسابك يا استاذ عادل، ادي 1 زائد 2 في 34 على 2 75، كل باشا 75 جنيه. 75 جنيه؟ ليه 75؟ اتفضل الورقه اهي واحسبها. وريني كده. واحد في اتنين، واحد في اتنين بقى واحد في اتنين بقى واحد في ايه ده، انا نسيت جدول الضرب. ضرب يا استاذ عادل، ده جمع مش ضرب. جمع جمع يعني، وخمسه يبقى 85 جنيه يعني. ماشي. لا لا يا باشا 75 جنيه، انا بعرف احسب كويس. تمام 75 جنيه. انا اصلي كنت بختبرك يعني على اساس بشوفك يعني حرامي ولا ايه. 75 جنيه اهو. ايه ده ايه ده ايه ده دولا، 75 ايه يا عم؟ احنا ادي حته شاربين كام كوكتيل، مش خمسه كوكتيل، انا واحد ودولا اربعه، والكوكتيل بكام يا عم؟ مش ب 3 جنيه يعني؟ 3 في الخمسه ب 15 جنيه بس يا دولا، مش 75 يا عم. صح يا رمز، معلش يا عادل، يبقى حسابكم دخل على زبون تاني. معلش بقى هجيب حسابكم حالا اهو. ولا يا رمز، انت عرفت الحساب ده كله على بعضه مره واحده كده ازاي يعني؟ هو انت بتروح للدكتور ولا ايه؟ ايه دول، انت فاكرني غبي؟ قصدك ايه؟ مين اللي غبي قصدك ايه؟